الدراسة بدأت والترم الأول خلص، يعني السنة دي راحت عليا. لا السنة دي ما راحتش، لأن الجامعة العربية المفتوحة فتحت باب القبول لعدد محدود من الطلبة الجدد والمحولين للترم الثاني للعام الدراسي الحالي، مع إمكانية قبول خريجي ثانوية العمل أعوام سابقة وخريجي دبلومات الفنية في بعض التخصصات. ده غير إن الجامعة بتمنح لخريجيها شهادتين، شهادة مصرية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وشهادة من جامعة OU في بريطانيا. وبكده يبقى السنة دي ما راحتش عليا. لمزيد من المعلومات اتصل على 19268 أو ادخل على www.aou.edu.eg. الجامعة العربية المفتوحة طريقك للمستقبل.